ان شاء الله ربنا يكرمنا. شرف ليا انا في نادي الزمالك طبعا وانا وقعت في نادي الزمالك ومفيش اي مشكله، بس هي الفكره ان انا اخدت اكتر من ميعاد. اللي انا اول ما وقعت قعدت مع نادي الزمالك ما كانش فيه فلوس متاحه، فهم اتفقوا معايا على ميعاد، وبعد كده الميعاد اتغير اتاجل اسبوع كمان، وبعد كده اتاجل اسبوع، فطبعا مش هينفع. يعني انا مضيت لنادي الزمالك عشان ابقى مستريح نفسيا وعشان يبقى الناس تقدرني زي ما انا قدرتها، فطبعا انا المفروض على ميعاد يوم الاثنين ان شاء الله اول ما ارجع من السفر. انا خاطرتهم وكلمت الاستاذ عمرو الجنين والدكتور عبد الله جورج واتفقت معاهم ان شاء الله، هم قالوا لي يوم الاثنين ان شاء الله عشان كان في ظروف وكده، قلت لهم ما فيش مشكله ان شاء الله ربنا يسهل، بس يعني لو ما حصلش يوم الاثنين يبقى ما الشناوي بره نادي الزمالك، وانا كده احترمت الكابتن حسن شحاته واحترمت الجهاز الفني واحترمت نادي الزمالك ومجلس ادارته، وهم ما قدرونيش دي حاجه تانية، بس انا يعني عملت اللي عليا ووقعت، وان شاء الله يعني اللي في الخير يا دمرو.